بداية مشواري مع إذاعة الشرق كانت في 2001. جيت كطالبة من المغرب، خدت أن كونجي سباتيك في إذاعة وجدة، وجيت باش نكمل الدراسة ديالي هنايا في جامعة السوربون. وشاءت الأقدار أنني اكتشفت إذاعة الشرق، وقلت بما أنه كاين إذاعة اللي قريبة من تكويني فغادي نحاول نجمع بين الدراسة وبين العمل في هذه الإذاعة لساعات كطالبة، لأنه تعرف أنه الطلبة ما كانش عندهم الحق، ما عندهمش الحق حتى اليوم أنهم يشتغلوا أكثر من 20 ساعة مثلا. فكانت هذه بداية مع إذاعة الشرق، بديت كطالبة، ولما خديت الدكتورة ديالي كان عندي الاختيار سواء أرجع للمغرب أو نبقى هنا. فكان اقتراح من الإذاعة أنهم سووا لي الوضعية القانونية وعملوا لي شانجمون دو ستاتو، وتحولت من طالبة إلى عاملة بالمؤسسة صحفية، وخدت بطاقة الصحافة الأوروبية. فبديت نشتغل مع إذاعة الشرق، تخصصي كما كتعرفوا بالنسبة للمستمعين أكيد اللي كيتابعوا الموقع نتاعكم اللي كنحييه اليوم وكنشكروا على المجهودات اللي كيقوم بها مع مغاربة العالم، تخصصي ثقافة واجتماع وطب. فأنا كل المواضيع اللي تهم الجالية العربية كنحاول نطرق لها من خلال برنامج فوزافي لا بارول ومن خلال برامج أخرى ثقافية، لأنه هدفنا في إذاعة الشرق هو أننا نتقرب من المهاجر العربي بغض النظر عن انتمائه وعن دينه وعن ثقافته. فنحن نحترم جميع الثقافات وجميع الهويات، هدفنا أنه نجمع كل هؤلاء الناس الذين يحترمون هذا البلد اللي هو فرنسا، بما أننا نعيش في فرنسا فهي بلدنا الثاني، أكيد المغرب في القلب لكننا نعيش في بلد يجب أن نحترمه، نحترم قواعده، نحترم قوانينه. وطبعا هذا ينعكس على عملي، وأحمد الله لأن أشتغل في مجال ربما يخليني نساعد هاد الناس اللي في كثير من الأحيان هم في حاجة إلى مساعدة، خاصة طلبة، خاصة الناس اللي واصلين جدد مثلا من المغرب أو من دول أخرى. كنقربوا لهم إجراءات الإدارية من خلال محامين، كنحاول نجاوبوا على أسئلتهم من خلال أطباء، كنقربوهم من المثقفين ومن الفنانين الكبار اللي كيجوا في زيارة لباريس. وطبعا هذا العمل فيه متعة لأنه يتجدد كل يوم، فيه جديد كل يوم، فيه ضيوف جدد كل يوم، فيه مباشر. صحيح كل يوم كاين الخلعة وكاين الضحك اللي تيشد الإنسان، لأن المباشر ماشي سهل لأنك كتواجه جمهور وما تعرفش على من غطح كما كنقوله بالمغربي. لكن الحمد لله نجحنا أننا نوفق بين جميع الجماهير العربية التي تتابع إذاعة الشرق في أوروبا. كما تعرفوا احنا مسموعين في باريس، ليون، بوردو، نيم، نيس، جنيف، لوزان ولندن على الأمواج العاملة، ومسموعين أيضا على الأوت بيرد وعلى موقع radioorion.com. كتجينا رسائل من إيطاليا، من إسبانيا، من كندا، من أمريكا. فالحمد لله دائرة الاستماع صارت أوسع والمسؤولية صارت أكبر. هدفنا الوحيد هو أن نتعايش مع بعض، أن نحترم بعضنا البعض، وأن نكون كل واحد سفير لبلده من خلال موقعه الذي يشتغل فيه. مرة أخرى أشكركم على زيارتكم لنا في استوديوهات إذاعة الشرق لاكتشفتوا ربما اليوم بعض الكواليس، كواليس المباشر. وتحياتي من خلالكم الجميع جمهور موقع اللي كتشتغلوا عليه، وبالتوفيق دائما. شكرا.